اليوم كانت دورة استثنائية لتكوين لجان وتصويت على الرؤساء والنواب ديالهم. تشرفت اليوم بالتصويت بالإجماع ديال الإخوان ديال المجلس كرئيس اللجنة الثقافية، وكنتمنى من الله سبحانه عز وجل أننا نكونوا عند تطلعات ديال هاد الساكنة أولا اللي هي وصلتنا للمجلس، ونكونوا عند الوعود ديالهم، ونكونوا عند حسن الظن ديال رئيس المجلس والأعضاء ديالو، وإن شاء الله سنكون في الموعد أننا نحاول نضيفوا اللمسة ديالنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضرنا اليوم لهذه الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة سيدي مومن بعمالة مقاطعة سيد البرنوسي الدار البيضاء، بطبيعة الحال لحضور انتخاب أعضاء رؤساء ونواب اللجان الدائمة والمتفرعة على المجلس. يعني هذا الجو اليوم كان جو عادي جدا، الانتخاب كان عادي، داز واحد الظروف اللي هي عادية جدا، يعني ما كانش واحد ما كانش مشاكل، ما كانش اعتراض، ما كانش معارضة، ما كانش هذا، هذاك الشيء يعني ديجا كاين تنسيق في هذه الأمور هذه. المهم بالنسبة لنا احنا كمنتدى حقوقي، وأن كنتبعوا الشأن المحلي وكنشوفوا الأجواء كيفاش غادا، كنشوفوا المصوتين، نشوفوا المعارضين، نشوفوا الممتنعين، نشوفوا الأجواء العامة ديال هذا، ومازال احنا مواكبين في غتكون واحد الدورة استثنائية أخرى ديال الانتخاب او ديال التفويضات اللي غتعطى للنواب بالنسبه للتفويض ديال التعمير وباقي التفويضات اللي هي مهمه ومهمه بزاف اللي كنتسناو فيها. بالنسبه للجان كنشوفوا ان امر عادي وعادي جدا، وهذا الشيء اللي كاين. تبارك الله عليكم.